كاب اف ام الكلمة ليك. تفضل لله. اول حاجة نحب نقول لك انا معرفة من 14 عام كما قلت لك. اخذت زوجي عن طريق زوج عقل كهو معناها على 3 شهور كهو ما وصلتش عرفته. زوج تقليدي يعني. تقليدي ما انت. زوج تقليدي وفي صفيصة معناها عن شهرين من زمان من بدروم وما يجيوش. ايوة. يعني كتبت الزياق ديسمبر 99 عرس مارس 2000 ما حبيتوش معناتها. يمكن احترمته واحترمت فيه. لا لا جاوبني على قد السؤال مدام ما حبيتوش. لا مش حب. مش حب واضح. هاي نقدمه لل أما احترمته واحترمت فارق العمر بيناتنا. كنت نامل بأنه الفرق في العمر بين المرأة والراجل خير من اللي قديش فارق سمح بينات. هو من عام 58 معناه 15 سنة وأنا من عام 73 15 سنة فرق فارق كمان فرق فارق فارق لكن لكن نو نسون با سير لا ميم لونغور دونت في حتى شيء في حتى شيء كو سوا مورالمون ولا ماتيريالمون ولا سيكسيالمون ماحناش نفس ال ما كنتش فرضة طبيعة بالكل بالكل باه. أنا جبت بنتي ربي عطاهم لي صغار هذوك نعمة لأنه لي ريلاسيون سيكسيال اللي بيني وبين راجلي داونتهم في مذكرة يعني تعدوا على الصوابع يعني ما فماش سيكسيال بالمتاعبة وبالكل يعني سامحني في الكلمة حيوان وحيوانة يعمل خير حشاك حشاك ولطف عليك ده. سامحني يا لكن ما يسالش تقعد معايا مدام تقعد معايا نخرج بيبو هاني رجع لك ما تمشيش زيد في الصوت وتبع الماسك من 8 ل 11 متاع الليل على كاب اف ام على كاب اف ام تبع. رجعنا لكم على كاب اف ام اليوم الماسك موضوعنا العدسه السريه ونرجعوا للمكالمه الهاتفيه. مساء الخير مره اخرى دونك يعني مدام مرحبا. مرحبا دونك اللي فهمتوا انك انه الممارسه الجنسيه بينك وبين راجلك ممارسه ما فيها حتى احساس ما فيها حتى شيء منعدمه تماما من يوم 20 ابريل 2006. من شو يعني منعدمه من عام 2006 اون سيباراسيون دو كور اي دام ابسولي طريقه عاطفي على السيباراسيون سامع الراجل محترمه مقدره الاولاد يصرف على اولاده لكن عنده فريجيديتي سيكسيال قويه قويه قويه. حكيتوا فيه الموضوع ولا حكيتش معاه الحوار يعني كلمتين اخو ما يقبلهاش. جربت انت ولا نقول لك اون سيباراسيون دو كور معناها كل حد داره واحد الفوق واحد الوطن. اي حكيتوا شو الموضوع حكينا اي شنو هي المشكله. انا جو سوي كوم سا بالنسبه لي المراه سي اون ماشين دي زونفون اون فوا جابت لي الوليد وفات مهمتها اكاهو هكا قلت. لكن في هشام بالله سامحني حبيت نسال فيه. تفضل او معك اي تفضل. انا عمري 41 سنه بالضبط وفما ناس يقولوا المراه قد ما تكبر قد ما توفى الرغبه نتاعها. انا نتصور لو ربي اعطاني عمري حتى ال 80 سنه مش صحيح مدام. عندي اون فوراسيتي قويه. مش صحيح مدام كلامك. المراه قد ما خاصه في الاربعينات المراه تزيد الغريزه الجنسيه نتاعها تزيد تقوى اكثر معناها التعبير التعبير عليها يولي اكثر صراحه يولي التعبير اكثر صراحه معناها تولي الدوموند كليرمون معناها البزوان نتاعها معناها حاجتها الى العمليه الجنسيه تولي تطلبها بكل استحقاق فهمت؟ اي نجم نشرح لكم الوضعيه شويه تفضل لا تفضل بما انه يسعي عليها بلا يعطيني شويه وقت تفضل تفضل يا بنتي عندك كل الوقت تفضل تفضل. بما انه انا الحوار منعدم معاه معناها اللي يربطنا الحاجه الوحيده هي الاولاد بالنسبه لي انا اثرت تماما نسكن فوق هو لوطا اون سيباراسيون دو كور كيما قلت لك لكن انا ما راني الا وانا نقوم بعمليه جنسيه كامله في بيتي يعني صدقني لو جيت اون كوبل يمكن يعملوها اقل من اللي نعملها انا وحدك هذا؟ وحدي كل شيء جو ميكسيت موا ميم افيك بوكو دو دو فاز حلوين مي ناتوريل ما فماش حاجه ارتيفيسيال ولا لا ناتوريل. سامحني مدام معناها تقوم بعمليه جنسيه تامه معناها تقصد لا ماستورباسيون يعني العدسه هذيا ما هي وتتم عمليه العلاج وكل شيء. اوكي اوكي معناها هنا معناها نحب نفهم حاجه اسكو معناها باستعمال معناها سكس تويز اي ساعات مش ديما اما ثم نعمل برشا على الاصابع. اوكي باهي اوكي ناتشورالمون باهي اي ناتشورالمون باهي
أنا اللي لقيته اللي العادة السرية هذه بقدر ما تفرهدني خطر أنا بشر والكل بقدر ما نقول عليش أنا قد ما ربي أعطاني بوراسي تقوية قد ما واجهته في جديدي والصبر متاعي هذا إلى متى معناها ألوك حتى من الناحية الدينية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يعرف حيض زوجته فهو في النار هذه تتعدى قدامه امرأة نية تماما وتبدأ ملك الجمال ما تحركوش يعني سيتي الملادي يبوش طلعينا جي كونسلتي ان سيكسولوج اللي في هشام يعرفه تيسور مش لازم نذكر الاسم ومعناه وقال لي فريمو معناها حاجة معناها كيفاش امرأة تدور هكا قدامك قدامه عريانة معناها ومرأة فاخرة ومرأة كاملة وكذا وما يتحركش والأغرب من هذا مدام انت سمحنا مش نقاطعك شوية انت الرجل هذية أرك عللت من الأول قلت خذيته دون حب ودون مشاعر أنت من الأول أنت من الأول فاهمة نصف الموضوع يعني الحالة اللي أنت برشا ناس أي العشرة ما تعنيش الحب راهي أي بالضبط إكزاكتومو ونجموا يتعاشروا وما يحبوش بعضهم ونجموا يحبوا بعضهم ويطلقوا من الأشهر ومن السنين باهي نرجع لك برنامج عندك برشا فازيت معناها باهي لكن البداية مدام بداية نتاع حياتك بالله خنفسر لك الوضعية هذيا تفضل بالنسبة لي هو معناها يرضاها بقبضة يده وليس في رحم المرأة فهمتك واضح لاج دو توا 56 واضح لله وين وقت الانفاق به تصير لي عملية من الهيجان يعني نعمل العادة السرية مرارا وتكرارا لا شو هو كيتفيق به كيتفيق به شنية كيتفيق به يعمل في الحكاية هذيك اي تغزل العديد مدام ما نقشوش نعم بداية الحياة الجنسية نتاعك انت وزوجك ولو انه خرجنا شوية احنا انا بكري قلت لك الكلمة سي عليه وخرج فيه بيمكن الكلمة ما عجبتوش ولا ما نعرفش لا قديتو لانه جاء وقت البيب وراسك انت شنية قلت هالكلمة تصور سمحني في الكلمة بين ضفرين نعجة وعلوش يمارسوا حياة جنسية خير مني ومني اي لا واضح انت المقاربة واضحة ربما مدام مستغربه كيفاش هكا الاولاد جاو اللي عطاهم لي ربي نعمه باش يعاوني على الحمد لله الحمد لله لكن ربما هنا مدام هنا راهو لما هذا مشكله برشا نساء ورجال ايضا لما يصير الزواج من غير تعارف سابقيه التعارف والتعرف على بعضهم على طبيعتهم على العديد من الاشياء هذا هو المشكل اللي نتيحوا فيه كونه ما صارتش بسبب التعارف وما نشحوش لا متفاهمين لكن زيد انت فما بالك هما بالتعارف وما نشحوش فما بالك ما غير التعارف يعني ثلاثة شهور لا انا حبيت نسألك على الفرجيديتي اللي يعيشها الرجال والنساء بالزرفة معناها است نورمال معناها انه يخلي زوج مرته هبش نجاوبك حاجة أنا مدام هبش نجاوبك ما فماش امرأة باردة جنسيا فما راجل ما ينجمش يحرك مشاعر مرته وما فماش مرأة باردة جنسيا زوج يعني رجل بارد جنسيا فما مرأة ما تنجمش تحرك مشاعر زوج هذا تفسيري للفريجيديتي معناها مهما كان اي هلا هنا ربما فما خلل في خلل سلوكي ممكن يكون في ربما انت ما فتحتش باب الحوار معها كما ينبغي ما نعرفش انت تعودت معها قلت لك ما لقاتش قد صد هو من نوع هو انسان يصلي ساعه ولا يصلي دونك هنا نجم لا شنو يصلي استنى فما شوف معناها برك خلينا نوضحوها لا باش ما نظلموش الناس تودينا يقول لحياة في الدين رب يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم به شو معناتها أنت على سألت قلت هذا يصلي ولا لأنه فما نوعية من الرجال اللي معناها يصلي ويقوموا بواجبهم الديني يشوفوا في علاقتهم مع الزوجة هو فقط هك النشوة اللي يأخذها هو ويجيب صغار ويوخر التالي فما نوعي من الرجال هذه من ناقشنا مره من المرات في هشام قال لي لو ما جانيش الطفل نقعد ديما نمارس معاك اما دام جاني الطفل وكانت مهم يعني كان مهم انه جاب زوج بنات وطفل اي مشكله هذه معناها على سبيل المزاح معناها انا في بلاصتي كنت نخرج زوج بنيات والوليد نبعثهم يقراوا البر ولا في بلاصه اخرى باش تقعد الدار فارغه راسك راس معناها لا المشكله مش هذه موضوع يطول شرحه دونك هذاك علاش لازم فما حاجات ما دام تو مش وقته خاطر احنا موضوعنا العاده السريه في الاخر انا مش ندخل انا تو في صلب الموضوع ادخل بما اني معناها ايست يئست منه
وليت الحاجه الوحيده اللي تجمعنا هي اني نوصل له حوايج ونمد له ماكلته كهو. انا بالنسبه لي وليت نعيش في عالم اخر. انا وقت اللي مستلقي على السرير معناتها نعمل فازيت صدقني ساعات ما نعرفش في روحي كيفاش عملتها. يعني حتى في الانترنت وفي الكل نحس بكل جات كاميرا. نحن العرب عندنا برشا حوايج معناها فانتازماتيك حوايج حلوه برشا حوايج كذا. دونك نحس بروحي نتلذذ بالحاجه هذيك. نقول زعما حرام عند ربي لكن نقول انا مهجوره كيفاش نعيش هكاك يعني نطرشق سامحني وترقيني حشيك لكن نعمل فهمت؟ اي مشكله هشام كانت نعم اي مشكله في بيتي ونقوم بهذا راهو اسمع لي حياه ما عنديش تابو انا بالنسبه لي ونقوم بهذا مرارا وتكرارا. يعني عندي مهم جنسي كبير كبير يقول ربي اخلقوا لي ربي راهو ملي انا صغيره ملي عمري 6 ولا 7 ولا 8 سنين كنت نميل برشا المدعب نفسي لشدير روحي. يا سيدة دكاترة مدام كنت تمارس في العادة السرية وانت صبية وما نذكرهاش برشا اما كنت نشد سرطول دون تفصيل مدام دون تفصيل لا ميسالش دون تفصيل اي معناتها عمومية تعطينا جوست اي كنت ديما كنت متعودة دايما يعني ديما ولو اني ما نحبهاش كلمه عادل امام ما يسالش ما شادينا ما هم ديما لا لا معناتها متعوده على المساله هذه هذا هو القصد يعني أيه. العاده يعني لا مش برشا مش برشا معناها مش اكسسيف الحكايه. كاب اف ام الكلمه ليك